اعتاد رجل في كل يوم يأتي إلى غرفة ابنه ويضع مصروفه على الطاولة، فيستيقظ الابن فيبدل ثيابه ويأخذ كتبه ويأخذ مصروفه من على الطاولة، ومن ثم يتوجه إلى المدرسة. ومضت هذه العادة لمدة سنوات. اشتاق الأب لأن يرى ابنه أو لينظر لابنه أمامه يطلب منه شيء، أو يأتيه ويشتكي له ما يجري عليه مثلا في المدرسة، أو أي شيء اشتاق لأن يتحدث معه. فقرر في يوم من الأيام أن لا يضع مصروف ابنه على الطاولة. استيقظ الابن فبدل ثيابه، أخذ كتبه من أجل أن يتوجه إلى المدرسة، جاء إلى الطاولة فلم يرى مصروفه موجود. توجه إلى غرفة أبيه، طرق الباب وهو منزعج. أبي، لماذا لم تضع المصروف اليوم على الطاولة؟ أنسيت أن تعطيني مصروف هذا اليوم؟ الأب التفت إلى ولده وعيناه غرورقت بالدموع. قال: ولدي، إنما اشتقت لرؤيتك، أنا حبيت أشوفك، أنا ما ناسيك، طيلة هالسنوات ما نسيتك، وأخلي لك مصروفك كل يوم على الطاولة، لكن أنا الآن اشتقت لأن أراك أقلها. مو أنت تأخذ مصروفك تروح للمدرسة، أنا أطلع أروح للعمل، أرجع من العمل منهك، أنت قد أكلت وجبة الغداء وتوجهت للراحة أيضا. أستيقظ من نومي عصرا، أنت في اللعب، أخرج للمسجد، أرجع وإذا بك قد أكلت عشاءك وتوجهت للنوم. أريد أن أعلمك شيء بهذا الفعل الذي فعلته لك أنا هذا اليوم. قال له: شنو تريد تعلمني؟ قال له: نحن هكذا دائما مع الله عز وجل، طالما الله عز وجل أغرقنا بكل نعمه، أعطانا كل يوم مصروفنا، يعطينا صحتنا موجودة، أكلنا وشربنا موجود، ما نحتاج إلى شيء في هالدنيا، أحيانا لا ننسى الله، لا، وإنما ننشغل عن ذكر الله عز وجل. مثلي، كنت أخلي لك مصروفك كل يوم، أنت ممكن ما ناسي أبوك، بس لكن للأسف ما إجاك يوم من الأيام فكرت في نفسك: لماذا لا أمضي إلى أبي وأتحدث معه، أشوفه، يشوفني، أقعد وياه. إحنا نفس الشيء اليوم، إذا لاحظنا أنفسنا، طول ما أن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم، بعض الأحيان الإنسان يتقاعس عن ذكر الله، لكن بمجرد أن تسلب نعمة واحدة من النعم تراه يرجع إلى من؟ إلى الله. إما يرجع بالدعاء أو بالمناجات، في بعض الأحيان الإنسان يرجع مثل ما يرجع الإبل لأبوه: ليش يا ربي؟ يعني شمعنا أنا تأخذ من عندي؟ ليش يا ربي؟ ليش سلبت من عندي هذا الشيء؟ ما فكر يوم من الأيام أن الله عز وجل إذ ربما اشتاق لك لكي تناجي، أراد منك أن ترجع إليه، اشتاق لأن يرى عبده بين يديه، حتى ما يكون الإنسان دائما فكره بعيد عن الله عز وجل. بهذه المقدمة البسيطة أستطيع أن أدخل على مدرسة الحسين، وهي المدرسة المتنامية المترامية الأطراف، يستفيد منها الأجيال جيل بعد جيل. مدرسة لا تغلق أبدا، مدرسة لا تنتهي أبدا، مدرسة لا يكتفي العباد من أخذ الدروس منها أبدا. فمدرسة الحسين نستلهم منها كل ما نحتاجه في هذه الدنيا. وأعظم مدرسة حقيقة إذا أردتم أن تتعلموا منها، تعلموا من مدرسة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. أكو بعض الناس يحاول أن يجعل نفسه في درجات سفلى، يقول: ذاك إمام معصوم مفترض الطاعة، استطاع أن يصل إلى تلك المراحل وتلك الدرجات،
لكن مدرسة الحسين تريد توضح تبين أن لا مو فقط الإمام المعصوم يستطيع أن يصل. تعال شوف في واقعة كربلاء من كان في الدرجات السفلى وكان بعيدا عن الحسين وكان بعيدا عن طريق الله وإذا به في الدرجات العليا وصل. الحر بن يزيد الرياحي ما كان ويا الحسين ولا كان جاي ينصر الحسين ولا كان هو في طريق الحسين، لكن الإنسان إذا التفت إلى نفسه جت ذيك الالتفات بأنه لابد أن يرجع إلى طريق من الطرق التي توصله بالله عز وجل. فنتعلم من مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المدرسة علمتنا الكثير، وهي مدرسة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة المجاهدة التي وصلت إلى مرتقيات عظمى حتى أن الله عز وجل جعلها بابا لا يغلق أبدا أمام أي سائل. اليوم أي واحد عنده حاجة مستعصية، مريض عنده حاجة يريد أن يقضيها الله عز وجل، بعض الأحيان الإنسان يأتي إلى الله مباشرة لا تقضى له تلك الحاجة، ولكن يأتي عن طريق تلك الأبواب التي جعلها الله هي بابا له وإذا بها تقضى. لكن تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى إنسان متوجه لله عز وجل ويعرف قدر هذا الإنسان الذي جاء يتوسل به إلى الله عز وجل. فلذلك نتعلم في هذه المدرسة أمور عديدة، أذكر بعض النقاط منها حتى أستطيع أن أشرك ما كانت تصنعه أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، وخصوصا في تربية الأبناء. لذلك ابتديت أنا هذه المقدمة في تربية الأبناء، يجب علينا أن نتخذ تربيتنا لأبنائنا لا من أجل مأكل ومشرب. ترى التربية مو معناتها سيارة فارهة آخر موديل، ولا معناتها فيلا بيت من 5-6 أدوار، ولا معناتها اللبس الذي هو ب100 أو 200 دينار، ولا المصروف اليوم الذي تعطيه ابنك أنت تخليه يكون يوصل إلى درجة. لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يريد وصل إن نقطة، ترى قضية تربية الأبناء من أهم الأمور التي هي واجبة على الوالدين، لأنها هي التي تكون منها عمارة هذا الكون. أنت جاي تبني كون، أنت جاي تبني مجتمع، أنت جاي تخلي أمة بكاملها إما في الطريق المستقيم وإما والعياذ بالله في طريق آخر. فلذلك يجب علينا أن نفكر في تربية أبنائنا، كما قال أمير المؤمنين تربية الأبناء، يجب علينا أن نفكر أن نجعل أو نصنع من ذلك الإبن الإنسان الحيوان الناطق المدرك لأفعاله وأعماله وأفعاله وأقواله. يعني شنو؟ يعني اليوم تشوف بعض الأبناء والعياذ بالله، لا جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يصنعون كذلك بأبنائهم، تشوف أكو بعض الأبناء ما يعي هو ما قاعد يسوي لا أفعاله ولا أقواله، فهو كالبهيمة المربوطة همها على فها. ليش؟ لأن أبوه علم على ذلك، أمه علمت على ذلك، ما خلت يوم من الأيام يحس بالمسؤولية، ما خلى أبوه يوم يشعر بالنقصان، ما أعطاه فرصة لأن يتعلم من هذه الحياة أمر من الأمور أبدا. يأتي من بعد مدة من الزمن يشوف ولده من يتخرج من الجامعة يقعد يلوم ولده، أنت ليش صاير انطوائي؟ ليش ما تطلع بين الناس؟ ليش ما تصنع لنفسك شغلة تكون تتعلم فيها وتكون تكتسب منها مال وتجهد نفسك شوية؟ مو أنت علمت منذ الصغر أن لا يحتاج إلى شيء، مو معناته أن تترك ابنك دون أن تربيه وتعطيه، لا، ولكن حسسه بالمسؤولية. فمدرسة الإخلاص نتعلمها من أم البنين، نعود ونعلم أبناءنا بالقيام بالأعمال المخلصة، أن يكون مخلصا في عمله، في كل عمل يجب أن يخلص الإنسان. فما بالك إذا كانت هي العبادة، إذا كانت هي العبادة. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له شنو؟ له الدين. أنت أعبد الله عز وجل بقضية إخلاص، مو قضية أمور أنا عبادية يجب أن أقوم بها. الله أمرني أصلي فلابد أن أصلي، أصوم لازم أصوم، أروح للحج لازم أروح للحج، بس أنا ما جاي أعبد الله بإخلاص، ما جاي أقدم لله عز وجل، جاي وكأني أعطي الله لكي يعطيني، أقدم له لكي يسهل لي. يعني هكذا هي المعاملة التي نحن نتعامل معها. أم البنين صلوات الله وسلامه عليها عندما جاءت إلى بيت أمير المؤمنين وتزوجها أمير المؤمنين، ما جاءت من أجل أن تحصل على حاجات للدنيا فقط، لا،
ما أقول لك معناته أنت بس فكر في الآخرة تفكر في الدنيا، ترى أم البنين كانت تريد تفكر حتى في الدنيا، مثل شنو؟ مثل أن تكون لها وجاهة بخدمة أبناء الزهراء، وجاهة بخدمة أمير المؤمنين، وجاهة بالتقرب إلى الله عز وجل، مو وجاهة بالمال واللبس والوجاهة في الدنيا، شنو ألبس، شنو أكل، شنو أشرب، شنو عندي من بيوت، شنو عندي من سيارات، لا أبدا، وإنما كانت تفكر فقط في رضا الله عز وجل، رضا الله رضانا أهل البيت. لذلك لما يتقدم عقيل لخطبتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول له حزام، يقول له أنا موافق ما عندي مشكلة، بالعكس من أنا لأصاهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن هي ابنتي حتى تدخل في بيت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لكن أنا بعد لابد أن أرجع بالأمر إلى البنت، الأمر يخصها، أرجع إلى البنت أشوف شنو. ولو هو كان يعرف بأن ما راح يكون من عندها اعتراض أبدا، أكو واحدة تقدر تعترض أن يأخذها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن هذا شنو يريد علمنا؟ يريد علمنا أن هكذا هي التربية، يجب أن نعطي المسؤولية للأبناء، خليها تكون مسؤولة عن اختيارها، باكر هي تقول أنا الذي اخترت ذلك الرجل. إحنا اليوم إيش قد عندنا أسر متفككة، أسر لا تجتمع مع بعضها البعض بسبب زواج فاشل كان بعنجهية الأب والأم، ما تأخذين غير ولد عمك لو شنو يصير، أو أنت ما يصير تتزوج غير بنت خالتك، ما يصير، إحنا ما عدنا بنات يدشون من خارج العائلة وما عدنا رجال يجون من خارج العائلة، وإلى متى سوف نبقى على هكذا مصيبة؟ شهرين، ثلاثة، سنة بالكثير، وإذا بهؤلاء الأبناء الزوج والزوجة ينفصلون عن بعضهم، وإذا انفصلوا من الضايع؟ من اللي راح يضيع؟ خصوصا إذا كان أكو إجوا أبناء، هذا الإبن لا بابا لا ماما، منو يربيه؟ منو يجعله مستقيم في هالدنيا؟ منو يحتويه؟ لا يمكن أبدا أن تكون حاضنة تحاول قدر الإمكان أن تعطي الإبن إذا لم يكن ابنها حقيقة كما ستعطيه أمه. الإخلاص يجب أن تكون مخلصا. هي لما تجي وتختار ايش رايك بنية بالشخص الفلاني، بعد السؤال طبعا اسأل، وكذلك البنت من حقها أن تختار، مو بس الولد حتى البنت يجب أن تختار، مو الأب يختار عنها والأم يختار عنها بعنجة هي، لا هم أيضا يجب أن يختاروا، لأن نريد نوصل إلى منه، إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. لذلك أمير المؤمنين لما نتقدم إلى خطبة أم البنين قال إلى عقيل شنو؟ قال لي يا عقيل اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة، ما قال لي جيب لي طويلة وقصيرة وبيضة وسمرة وخشمة طويل وعدها معاش وعدها شهادة جامعية، هاي مو معناته أنك تدور واحدة مو متعلمة، لا بالعكس، العلم العلم هذا ما جاء من أجله جميع الأنبياء، أهم شيء كان قضية العلم، ولكن أن تأتي بشروط تقسم ظهر البعير، تعال ما أريد إلا طويلة وما تكون قصيرة وتكون بيضة وتكون سمرة وتكون كذا، وهي كذلك تأتي بشروط، واحد يكون عنده وظيفة يستلم لراتب كذا، وعنده بيت وعنده سيارة وعنده وعنده، هذا الله عز وجل إذا جاء الإنسان ويفكر فقط في أمور دنيوية حتما أن الله عز وجل سوف يرفع البركة من هذا الزواج، لا محال. من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها، شلون يعني راح تصير كريهة في نظره هو؟ هي ما راح تصير كريهة تخترب جمالها، لا هو في نظره راح يشوف شيء آخر، المال اللي جاي ماخذنها هذه البنت علشانه راح يروح يوم من الأيام، المال زائل ما راح يبقى، بمجرد أمر من الأمور في هذه الدنيا إذ ربما مئات الآلاف تروح من عند ذلك الإنسان وهو لا يدري لا يشعر. قضية الإخلاص وخصوصا في العبادة، العبادة نتعلم من أهم، ترى هذه تربية الأبناء تبقى عبادة، لأن واجب على كل أبوين تربية أبنائهم، أن يجهزوا أناسا أبناء يكونوا أشاوسا كما طلب أمير المؤمنين، أشاوسا أبطال لكي يكونون ناصرين للدين والحق ولولدي الحسين في يوم عاشوراء. يريد هكذا، ألا تتزوج فتثقل الأرض بأهل لا إله
إلا الله، هي يعني معناتها فخر الإنسان يجيب أولاد وكدسهم عنده، وهو مو كفؤ لأن يربيهم تلك التربية الحسنة. قلت لك التربية مو فقط مأكل ومشرب وملبس وبيت كبير وسيارة فارهة، لا، تلك التربية التي يطمئن الآباء منها أن هذا الابن حتما سوف يكون له عونا للدنيا وللآخرة. المرحلة الثانية بعد الإخلاص هي قضية اختيار القدوة الصالحة. فلذلك أم البنين صلوات الله وسلامه عليها عندما نبأها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنها سوف ترزق بأربعة كواكب وعلى طليعتهم أبا الفضل العباس، عندما جاء ليؤكد لها أن كنيتها أم البنين، طبعا أم البنين كانت مكنات بأم البنين منذ أن كانت في دار أبيها. العرب كانوا هكذا يكنون الأبناء والبنات منذ صغرهم، فكانت كنيتها أم البنين. فلذلك أمير المؤمنين عندما جاء إلى فاطمة بنت حزام الكلابية وقال لها: يا فاطمة، ما لي أراك تقومين بأعمال الدار وكذا. هذه في كتاب الخصائص العباسية، قضية زواج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للشيخ محمد إبراهيم الكلباس النجفي، يقص قضية زواج أمير المؤمنين من أم البنين صلوات الله وسلامه عليه وقضية ولادة العباس. يقولون دخل عليها في يوم من الأيام يقول لها: يا فاطمة، أنا جئتك لأهديك نحلة. يقولون التفتت إلى، قالت له: يا أبا الحسن، إن جئت قاصدا تعطيني نحلة فلا تناديني بفاطمة بعد اليوم. ليش ما تحبين هذا الاسم؟ قالت: بلى يا أمير المؤمنين، ولكن كلما ناديتني فاطمة. أبناء الزهراء ما كانوا صغار، الحسن 23 سنة يوم دشت أم البنين إلى دار الزهراء، الحسين كان 22 سنة، زينب كان عمرها 21 سنة. فلذلك لكن كلما ذكر أمير المؤمنين اسم فاطمة كانت زينب تذرف عيونها دموعا عندما تذكر أمها فاطمة. قالت له: أبا الحسن، إن جئت قاصدا تهديني نحلة فلا تناديني بفاطمة بعد اليوم، لا أريد أن أكون سببا في بكاء أبناء الزهراء على أمهم. قال: إذن ما تريدين أن أسميك؟ قالت: كنني ما تحب. قال: إذن كنيتك أم البنين. قالت: أبا الحسن، وكأنك تريد أن تؤكد على ذلك الأمر أنني أم البنين، فكنيتي هي أم البنين، كيف تكنيني بأم البنين ولم أرزق بأولاد بعد؟ قال: بل سترزقين بأربعة كواكب وعلى طليعتهم أبا الفضل العباس، ذاك الذي يكون ناصرا لولدي الحسين في يوم عاشوراء. شوف شلون الآن أم البنين عرفت بأن أمير المؤمنين تزوجها لمقاصد ولمقاصد من أجل إقامة الدين، فصنعت من نفسها تلك الأم المثالية التي تربي أبناء أشاوسا لكي يكونوا يقتدون بها. ليش؟ ترى أنت ابنك اليوم ياخذك أنت قدوة، البنت تاخذ أمها قدوة. شنو يسوي الأب؟ الولد يسوي مثله. شنو تسوي الأم؟ البنت تسوي مثلها. الأبناء عندما جاءوا إلى أم البنين، يعني الله رزقها بهالأبناء، أخذت تعلمهم ماذا؟ اختيار القدوة الصالحة. وما كان أكو قدوة صالحة من أفضل من أهل بيت النبوة وأفضل من أبناء الزهراء. بس ممكن واحد يقول: أنا ما أقدر أوصل إلى تلك الدرجات. حاولوا أن يكونوا مثل ما علمتهم أمهم أم البنين. لذلك تشوف الروايات تجينا تقول بأن أبا الفضل العباس طيلة حياته ماكو ولا يوم واحد نادى أخيه الحسين بأخي حسين، ما نادى أخي حسين. ليش؟ لأنه كان يشوف أمه دائما نور عيني حسين، سيدي ومولاي الحسين، ربتهم على هكذا تربية. قالت له: ولدي عباس هو حقا أخاك وابن أباك، ولكن إياك أن تناديه بأخي يوم من الأيام، تخليه هذا تاج على راسك، سيدي ونور عيني ومولاي، لا غير ذلك الأمر. ليش؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. خلي يكون عندك قدوة في الحياة ابني أخويا، خلي عندك يكون واحد قدوة في الحياة. خم ما يصير تأخذ لك واحد قدوة أعمى، شايف أعمى في الدنيا يلزم له إيد أعمى ضرير حتى يدلي الطريق؟ لا أخو، لازم يشوف له واحد مفتح، شوف لك واحد قدوة يكون تقتدي به. خلي عندك اليوم اللي هو مشهور بلعبة كرة القدم يأخذ للاعب كرة قدم يقتدي به، اليوم الذي يريد أن يتعلم العلم يشوف لعالم يقتدي به،
اليوم اللي يريد يكون خطيب مميز مثلا يشوف له واحد يقتدي به، اليوم اللي يشوف انسان امامه في درجات عليا من العلم والمعرفه ياخذه قدوه له لكي يصبح مثله. خو انت تريد تصير واحد مثقف عالم وعندك شهادات بكالوريوس وغيرها، يصير تروح تاخذ واحد ما داخل حتى للمدرسه قدوه؟ ما يصير. فلذلك من أجل أن يتعلموا أبناءنا اختيار القدوة الصالحة يجب أن نكون نحن صالحين كآباء وأمهات ونعلمهم كيف يقتدوا بالقدوة الصالحة. الأمر الثالث مبدأ التوكل على الله، نعلمهم ونزرع فيهم مبدأ التوكل على الله. مو كل شيء، كل شيء في هالحياة تأخذ عن جهية ابني أخويا، مو كل شيء على بالك الدنيا يعني مثل ما يقولون سايبة، كل شيء تريد تسوي عادي تقدر تسويه. خل عندك حسابات احسبها صحيح في كل الأمور، مو فقط في أمور الدين، حتى في الأمور الدنيوية احسب كل شيء. وإذا عزمت فتوكل على الله، لكن اجعل الله عز وجل دائما أمامك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احنا اليوم من خلى الله عز وجل ان يكون هو حسبنا دائما؟ بس في وقت المصائب، بس وقت المصائب حسبنا الله ونعم الوكيل. اما وقت الرخاء بعيدين عن الله عز وجل. ام البنين صلوات الله وسلامه عليها عندما دخلت بيت امير المؤمنين وسمعت ما سيجري على اولادها اتخذت هذا الطريق، اتوكلت على الله هو حسبها ونعم الوكيل. قالت هذا اللي أنا أريده، الجاه في الدنيا وحصلته، أن أكون خادمة في بيت الزهرة، بعد أدخر شي للآخرة على الأقل أخلي لي. اليوم بعد 1400 سنة يا ناس، 1400 سنة وما زالت أم البنين تذكر في كل موقف في كل مجلس. اليوم أكو واحد تصيبه أي نائبة لا سمح الله أو أي مصيبة أو أي شدة، اللي يكون يرجع إلى منه؟ إلى أم البنين. مو أنا وأنت صغار في هذه الدنيا بالمعرفة والعلم وكذلك، لا، علماء ربانيين كانت كلما استعصت لديهم حاجة توجهوا إلى الله بأم البنين صلوات الله وسلامه عليها. ليش؟ لأن هذه التي جعلت كل شيء في هذه الدنيا وادخرت للآخرة لله عز وجل، الله جعلها باب للمؤمنين. كل إنسان مؤمن بقضية الحسين وقضية أم البنين حتما سوف تقضى حاجته عن طريقها. مبدأ التوكل على الله، التحلي بحلية الصالحين، هذا أمر جدا مهم. الإنسان دائما يحاول أن يتحلى حتى لو كان ما يقدر يوصل، بس يحاول يتحلى بحلية الصالحين. أنت اليوم إذا تشوف أكو واحد من العلماء مثلا جالس في مجلس أو دخلت على أحد العلماء في مكان، تحاول أن تقبل يديه، تقبل رأسه وتجلس معه وتأخذ من علمه. ليش أنت ما تحاول تصير مثله؟ شنو فايدة هذه البوسة على الجبهة والبوسة على الإيد إذا كنت أنت ما تتحلى بما كان في ذلك الرجل؟ شنو فائدة هذا التعظيم الذي أنت تعظمه إياه وأنت لا تكون مثله، لا تحاول أن تكون مثله أقلها؟ وألحقني بعبادك. أنت مو تسأل الله سبحانه وتعالى تقول له، مو تقول له وأدخلني وألحقني، ها، خلني ويا عبادك الصالحين. إحنا اليوم إش كثر عدنا من الشباب كثير يحاول قدر الإمكان أن يمضي على طريق مستقيم، يروح للماتم، يروح للمسجد، يروح يعمل عمل الخير. يجي له واحد من أصحابه هذول اللي مو خوش أوادم، يقول له ها مسوي روحك مطوع بعد طايح لنا في الماتم، والله مسوي روحك بعد أنت صاير مؤمن. لا، مو مطوع، مو مؤمن، بس أنا هكذا الله يريدني. وهذا لا تسمعنا، لا تسمع له أبدا، خصوصا في فعل الخير، خصوصا في عبادتك، خصوصا في توجهك إلى الله عز وجل. خليك دائما اسأل من الله أن يجعلك من الصالحين، أن تكون مثلهم أقلها. أنت اليوم إذا تريد تتحلى بحلية الصالحين، تعال فكر فقط في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. خو ليش يعني لازم تفكر في واحد في الدنيا؟ لا، فكر في واحد في أهل بيت النبوة، فكر في أم البنين، فكر في أولادها، 4 أولاد، شنو علمتهم؟ علمتهم على شنو؟ علمتهم على الطيب والكرام والشهامة والشجاعة والإيثار والعطاء. إنسان يتصف بهكذا مواصفات حتما هو مؤمن.
أكو إنسان غير مؤمن يكون عنده إيثار؟ ما يكون عنده إيثار. إنسان غير مؤمن يكون عنده عطاء؟ عطاء حق العطاء ما يكون عنده عطاء. يكون عنده شهامة؟ يكون عنده شجاعة؟ أبدا. فتحلى بحلية الصالحين، نربي أبناءنا على هكذا تربية. فلذلك أم البنين صلوات الله وسلامه عليها أرادت أن توظف أبناء حقيقة لنصرة الدين والحق. الأمر الأخير أن نعلمهم ونوظفهم التعليم الواعي لإقامة التكاليف الدينية. هذا جدا 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 مهم. يعني مو بس تقول له تعال صلي، مو بس تقول له روح للمسجد، لا، تحاول تشركه في أعمال التكاليف الدينية كلها. احنا اليوم نركز على أبنائنا فقط في العبادات الرئيسية، صلاة، صيام، حج. ممكن بعض الأحيان بعض الأباء يعلمون أبنائهم على صدقات، مساعدات، أعمال الخير، هذا كله جيد. لكن أنت مثل، أرجع إلى الشق الثاني، الثاني الاقتداء بالقدوة الحسنة. الاقتداء بالقدوة الحسنة، التكاليف الدينية الإنسان لما يقوم بها بوعي راح حتما يكون يركز عليها. يعني مثلا إيش قد عندنا إحنا من عبادات جانبية لا نلتفت إليها، إحنا ما نلتفت إليها صحيح حقيقة، ما نلتفت إليها لكي نعلم أبناءنا. ممكن نجهد أنفسنا من أجل أساسيات، ولكن هناك أمور فرعية لا نرى ردودها المادية مباشرة. مثلا كمثل صلاة الليل. صلاة الليل الابن هذا من صغره لو يشوف أبوك الليلة يجي وما فيها شيء، خليه يكون عندك رئاء لأبنائك مو للناس، لا لأبنائك. بدل لا تصلي في غرفتك هناك، ما تقدر تروح المسجد، بدل لا تصلي في غرفتك قوم اطلع بسجاجتك في صلاة الليل في منتصف الليل، اطلع وصليها في وين؟ صليها في الصالة. خلي ابنك يشوفك رايح جاي، هذا ايش قاعد يصلي هالوقت؟ مو وقت اذان. يتعود وياك يشوف ابوه شنو قاعد يسوي. نعلمهم على هكذا ان يكون لديهم وعي بالتكاليف الدينية مباشر لما يكبر انت تقدر تعلمه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذيل اللي يقومون صلاة الليل حتى لو ما تقدر لا تصلي 11 ركعة، لا تصلي 8، لا تصلي 3 ركعة واحدة. يقولك ليش يريد؟ لأنه يريدك تقوم بها بوعي. حتى لو ركعة 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 واحدة، الويتر الويتر يقولك لو بس تقوم تصليها وتوقف تستغفر لـ70 مؤمن، هذه شوية شوية راح تعلم نفسك على إقامة الباقي، تخلي يكون عنده وعي. لذلك أشارت أم البنين صلوات الله وسلامه عليها إلى أبنائها بأن التكليف الذي أنتم فيه مو قضية بس فقط عبادة صلاة وصيام. شوف أياني وأياك تقصر في نصرة الحسين، قصدها هي الحسين، قصدها الدين والحق، لأن الحسين هو الدين وهو الحق. إياك أن تقصر في نصرة أخيك الحسين. احنا اليوم نحاول نعلم اولادنا يروحوا للحسين، لا تخلي، يلا خلص تعال بس يابك وطلع للماتم. ليش؟ تريد تزرع في ذهنه وفي داخله بان واجب عليه ان يمضي. ليش؟ لنصره الدين والحق. اليوم اقامه هالمجالس ليش؟ مو من اجل نصره الحق، مو نصره الحسين. لو فقط نجي نبكي ونطلع، لا، جايين نخلي عندنا نظره باننا حقا يا أبا عبد الله معك. عجل التمني ليش كله دائما نصيح فيه؟ يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا معكم، بس لقلقت لسان. لو لا، حقا نحن نريد أن نكون معك يا أبا عبد الله. يعني لو يجي اليوم وتطلع يا أبا عبد الله وتطلب من عدنا نكون ناصرين لك، لكنا ناصرين لك. مو بس فقط مجرد أروح لحسينية وأقعد لي نص ساعة وساعة لا ربع ساعة أتسمع وأطلع وذاك الرجل اللي داخل لحسينية من يطلع يختلف فوق تحت، لا، جاي تكليف واعي عندي أنا، واعي بالتكليف الذي أنا فيه، أنا أكون في نصرة الحق ونصرة الدين. لذلك أم البنين ما كانت تركز إلا على هذه الأمور، فلذلك بعثت أولادها من أجل نصرة الدين والحق. أم الراحة وبعد مدة طويلة رجعوا من السبي الطويل ودخلوا إلى المدينة المنورة، وبعدها أم البنين ما زالت ما ظلت تفكر بشنو أبناء، لأن كانت متيقنة أنها ربت أبناء أشاوس. كانت تسأل فقط عن الحسين. يدخل الناعي بشرب نحذلم يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين وأدمعي مدرار.
الجسم منه بكربلاء مبرجون، والرأس منه على القناة يدار. يقولون وإذا بامرأة جاءت وعلى كتفها طفل رضيع تتخطى بين الناس، جاية تقوم شوية وتقعد، ما عدها من هول المصيبة، من هول المصيبة وصلت، وإذا بها تنادي في وجهه: أيها الناعي بالله عليك من تنعى. تعال شوف أنت، فكر بها شوية. تعال بشر قاعد يقول قتل الحسين، قتل الحسين، قتل الحسين، وهذه المرأة تنشده من ينعى. التفت إلى الناس مستعجبا: أيها الناس، ما بال هذه المرأة؟ أنا أقول قتل الحسين وأدمعي مدرار وهي تنشدني من أنعى. قالوا له: يا بشر لا تلومها، إنها أم البنين، ترى هذه أم البنين. قال: هذه أم البنين، الآن أهون عليها المصيبة، أجيب لها مصيبة أولادها، أكيد راح تنسى المصيبة العظمى أولادها. أكو واحد اليوم يقدر يشوف ولده في إيده شوكة، شوكة صغير ولده يجي يشيلها مو يعور قلبه؟ اليوم واحد يسمع: حفظ الله أبناءكم جميعا، ولد كان يلعب في الساحة وطاح وانكسرت رجله، مو يعور قلبه؟ هذه أم البنين تسمع بشر يقول لها: ترى أولادك كلهم تذبحوا في يوم عاشورة. تقول: لا إيه بعد إيش عندك؟